المشير وحسن الفوز فين الكواتب مصنعه فين؟ الكيس فين؟ بنموت اهو. انا بقول الدكتور منصور العساوي اللي هو وزير الداخليه ان هو راجل كده، بس الداخليه فيها ناس ظلمه وبتضرب رصاص مطار كفره. وفي ظابط اسمه وسام هنيدي كان في مباحث اسم الهرم، حابس اخويا 3 سنين من 3 ايام ظلم، وبلغت النائب العام واشتكيت لوزير الداخليه السابع حبيب بيه العدل، ما حدش بيعمل لنا حاجه وبيفتشونا وبيبهدلونا وعايزيننا نبقى تجار مخدرات بالعافيه وبيقعدونا في الشوارع. انا بقول للدكتور عصام شرف ان الداخليه فيها ظلم. عايز اقول كلمة، اذا كان هيجي رئيس جمهورية زي الراجل ده فاحنا خدامينه، احنا بنروح بالدم عند يا سادات، بنروح السادات اذا كان مات فروحه لسه عايشة، لا لعيلة الزمر، لا للقتلة، لا للذين تسببوا في 30 عاما اللي احنا فيه، لا لوزير الصحة اللي فقد الطب عليها سببه عشان يلغي القرار ويلغي قرار على فات الدولة. اتعجب عليه فشار اعدام وحبيب العدلي بس ما اتعجبش عليه ابي الحرب، اتعجب عليه بالاعدام في شهداء اخر شهداء الثوره 6 شهور عمال بيشحط عشان يعالجوه بره على رفقه الدوله، وبيقولوا حسني مبارك واقف ازاي ده بيتعالج ويدفعوا له 1600 دولار في اليوم وكان عايزين يشرحوه، وظابط عايز يمضي اهله، ظابط شرطه عايز يمضي اهله ان هو مش مسؤولين عن اللي حصل له، تخيلوا عاوزين ايه تاني؟ يجيبوا حسين سالم، يجيبوا حسين سالم هنا مصر، يجيبوا حسين سالم مصر، مبارك لسه بيحكم من بلد حبيبي العدل مش هيتحاكم، كل ده عشان حبيبي العدل مش هيتحاكم، لسه في عهد مبارك، لسه في عهد مبارك لغايه دلوقتي، لسه واخد في صاحبه شويه بس اسكت، 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 اسكت